جا رمضان في زمان كورونا، ما حيتك للروينة ديال المعن ولا تعقم المشتريات. داكشي علاش فيرست ستور جابت لك القفازات اللي كيخليوك توصلوا المعن بلا ما تاديو للدين ديالكم. وايضا في هذا الوقت اللي احنا فيه من الضروري تعقيم جميع المشتريات اللي كنشريوها سواء من الحانوت او السوبر مارشي، بحال القراعي ديال الماء، دانون، منادا والحليب وما الى ذلك من جميع المشتريات باش تبقاو ان شاء الله في صحه جيده. هاد القفازات كيتكونوا من سنينات صغار ديال البلاستيك اللي كتقدروا تغسلوا بهم المعن او الشراجم او الحمام بطريقه سهله، وتحافظوا على الجماليه ديال الدين ديالكم. هاد القفازات عندهم جوده عاليه والثمن ديالهم ما غتلقاوهش في السوق. شنو كتسناو؟ طلبوا المنتوج دابا وغادي يوصلكم حتى لباب داركم بلا ما تخرجوا، والدفع عند الاستلام. والموزعين